وساني إسري نظري بإبين إبردان خشياني سون ذي ظلان قلان ترباع نغيث سمثا الطيارة الهليكوبتر يدفرني القوان سلاح أجلدان ثغيث 52 ييج نمزدوغ الطيارة السفغيت نزق يدغارن إغمسن أسوى ما نايد سمعوان ذي جدارمين ذي الوقاية المدنية ذي مرويان غدين بادن انثنيلا أنفارو قرد روبرتاج نخسوجي زهرة الهدف. السويس اثنين القوات المسلحة الملكية ضد الدرك الملكي خدمن بعد انظار يثيش ذي الإقليم من السمارة شان 50 جنيسين سبت وماني نوغن غادي خرنس ليكوبتير ثروح غام شان ماني جان يوذان سبت المروحية توجد إيردان يمشنو الحالات غتجهز زي كوشي تيم سرين الإسعاف ذي الدويث 51 يوماني هني تقعد باش ذي سنجان يوذان ذي الإقليم من السمارة ذي الجماعة سيدي أحمد العروسي زمانة السفغن شان 28 جن 12 جن وفين تن ذي غزار واد ساقية الحمراء أمشو فين شان تمعاونتي وطس أن يوذاني تغين دير حوج يشان تمسرين ذي يومين يعدان نزار يوضان يوض غمان أكتار 30 مليمتر مكعب مشاريح تغي تصوض يجهاد من أي جان يبريد نذقن أمشي غزران عمان سوامن وشاسفين ده المروحية تروح غا كلشي غيموشان زراني موشاني جان دير حوايج باش غاس ندفن الصدغيا.